السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم سلطة البرغل التركية اللي كتجي زوينة في المذاق، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كنحتاجو في المقادير بصل اخضر حبة واحدة، كنحتاجو ربطة صغيرة من البقدونس المعجنوس، كنحتاجو القليل من اوراق النعناع، وكنحتاجو نصف حبة خيار، وطماطم واحدة كبيرة الحجم، وعصير نصف ليمونة، وكنحتاجو بعضا من أوراق الخس، وكنحتاج البرغل الناعم الكمية 400 غرام. كنحتاج كذلك 350 مليلتر من الماء الساخن جدا، أي ماء يكون مغلي. كنحتاج نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، الإبزار، 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم تكون مملوءة جيدا، كنحتاج ملعقة صغيرة من الملح، وكنحتاج كذلك زيت الزيتون تقريبا 4 ملاعق كبيرة، وكنحتاج دبس الرمان. الآن غنمروا للطريقة ديال التحضير. غادي نعبر معاكم 400 غرام من البرغل، وغادي نعبر كذلك 350 مليلتر من الماء المغلي. هنايا كنضيفو الماء المغلي للبرغل وكنخليوه يتشرب حوالي 10 دقائق. الان غادي نمر الطريقه ديال التحضير. كنقطع جميع الخضر، البصل، الخيار، طماطم، بقدونس الى اجزاء صغيره كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. بعد ما قطعت جميع الخضر كناخد واحد المقلات كنوضعها فوق النار، كنوضع فيها زيت الزيتون تقريبا 4 ملاعق كبيرة، من بعد كنضيف فيها 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم، كنبقى نحركها تقريبا دقيقتين وكنطفي عليها.
صافي. هنا بعد ما خلينا البرغل ديالنا تشرب واحد 10 دقائق ونشف من الماء ديالو، كناخذوه وكنبقاو نفكوا الحبات ديالو على بعضهم. البرغل داير بحال الكسكس، يعني لما متوفرش عندكم البرغل تقدروا تعوضوه بداك الكسكس الرقيق. هيك كنضيفوا عليه صلصة الطماطم اللي حضرنا، صلصة الطماطم مع زيت الزيتون، وكنحاولوا ندخلوها في البرغل مزيان حتى كيتشربوا جميع الحبات، كيولي اللون ديالو احمر. صافي. هنا بعد ما دخلنا الصلصه في البرغل مزيان، دابا كنضيف عليها الخضر اللي قطعت من قبل، وكنضيف كذلك نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود اي الابزار، وكنضيف كذلك ملعقه صغيره غير مملوءه من الملح، وكنضيف ملعقتين كبيرتين من دبس الرمان. غادي نعصر عصير نصف حامضه، وغادي نزيدها كذلك للسلطه ديالنا، وغادي نخلط الكل جيدا، وغادي نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي للسلطة ديال اليوم، كتجي رائعة في المذاق وكذلك طعم مغاير للسلطات اللي متعودين عليها. نقدروا نرافقوها مع الأطباق الرئيسية أو كذلك نقدموها للضيوف. نتمنى إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم، وإلى عجبتكم الحلقة ديال اليوم ما تنسونيش بلي لايك وأبوني في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد. نتلقوا إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.